شهد الكروبيم والسرافيم سجودا أمام الديان، صائحين بالأفرح والتعظيم. صارت مريم شبه سماء لابن الله منح الغفران، فتحير في أمرها الفهماء. ضوء أشرق من بيت داود فاهتدى به بنو الإنسان، وله تغمات العرش سجود. تعطى السماوات ونزل بيقين لخلاص آدم عبده الإنسان، فلنرتل جميعا قائلين: ظهر متحدا بالناس وفتح أعين العميان، وهو ذو العظمة والجبروت. عظيمه رب القوات، من سجد له يوحنا بإذعان، وهو في بطن أمه أليصابات. غافر كل الخطايا والذنوب، شفى المرضى وابرأ حماة سمعان، ومن أجل خلاص آدم صار مصلوب. فدا آدم وعطاه ربون الخلاص من سائر الأحزان، ونجى من الضيق والسجون. قابل عنا تلك الأتعاب، من المخالفين قيافة وحنان، وشعب اليهود غلاظ الرقاب. كريم تواب عالم وخبير، قد خاطب مريم في البستان، مخلصنا الرب القدير. سيجا عليك من جايلك وحل فيك يا مصطفي، شوفي لي أمري محتار فكري، كوني لزخري بصفواني. صبر لوالدي
هديت وحسني قصدك، جودي بفضلك حني عليا، ضوئك أضعني من العلالي، نورك إلى لي بين الرعية. طلبتني من صور سني، أمدح وأثني على المصطفى يا ذا